صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه تعميم بشأن عطلة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وعيد الجلوس الثامن عشر جاء فيه بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وعيد الجلوس الثامن عشر تعطل جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالمملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يومي السبت والأحد الموافقين للسادس عشر والسابع عشر من شهر ديسمبر الجاري وحيث أن يوم السبت يقع ضمن هذه العطلة يعوض عنه بيوم الاثنين الموافق للثامن عشر من ديسمبر الجهري